شو الكردون هادي؟ يا ودي انت شكونك شتعمل هنا؟ عادي شكون دخلوا؟ عادي شكون دخلوا؟ وطعم فتحية مرحبا بيك مرحبا بيك. تفضل تفضل خويا خذ تشربش حاجة تحب تسامحني على الفوضى على الغالب ما بتعرف هكا هو مع شباب شباب هذاك هو. على ذكر كاردونا ذي البارتي من الميكرو على خاطر في بالي البارح جت كاردونا فرحت ليه بشوية طوارق من كاردونا جتني الكاردونا هذي هاي جتني كاردونا هذي بكلها كي انا ريت كاردونا هذي قلت باس فيها كل شيء فهمتني كي حليت كاردونا هذي فهمتني حليتها نلقى فيها شوية حاجات كيما هكا ونلقى فيها كاردونة أخرى فهمتني جيت نحل كاردونة قلت باز كاردونة هذي فيها كل شيء جيت حلت كاردونة هذي نلقى فيها كان ميكرو كاهو فهمتني دونك نورمالمون جاونا المكونات اللي ناقصين وباش نبداو سميوها ريفيو سميوها اللي تحبوا نتوما ما نعرفش نسميها اي دونك اجوردوي اون فا فيغ ان انبوكسينغ ان ديبالاج Et après un review du microphone ici, où je n'ai pas le cadeau, on avait des adouettes, je ne sais pas si je suis le seul, qui m'a skin en terrain, tu fais skin, ta skin. Beh, neuf trop à la barque de l'air. Beh. دونك فوالا هذايا هو نصور سيدي من سيدك تحبوا تجيو باهي يجاو Eh bien, comme vous le remarquez ici, on a un câble SMC 3 de 3 mètres, high quality microphone câble, limited lifetime warranty. Et après, on a ici le... On a le newer activate your product warranty. Je sais pas ce qui se passe ici. Ben, je n'ai pas le richet. Fais-moi le richet. Tu as le chose ici. Fais-moi. Bismillah. Dima. Bismillah. Dima. نجبدوها بيدنا اليمين. اونكا او تطلع عاد ما ربي يسهل باش هي ترجع تخدم انا ici le phantom power supply designed specifically for audio OK stable low noise portable OK alors c'est cool hein ben ben شنو عندنا في كالعادة الوراق اللي ما يقراهم حتى حد عندي طايش في الزبلة On a ici le Phantom Power, on a le câble اللي فيه ثلاثة نقب فهمتني يشبه الكابل الاخر زاد الكابل الاخر فيه ثلاثة نقب خنخرجوه من الواحد نتاعو فهمتني باه عندنا زوايز هذوكم وعندنا هذيا اللي فيها نورمالمون الباور هكا Voilà, c'est le power ici. Donc, جينيرالمون انا نعطي الديزاين نتاع الباك وذايا 8 على 10 فهمتني يا رسول الله به دونك نحطو هذا على جنب هذا على جنب هذاك زاد على جنب اي دونك مي شير فوايور فوايوز نجيو لهنا للميكرو اللي هو NW700 فهمتي معاه شوية وراق لك العادة حتى حد ما بش يقراهم به عنا نبدأ بالبتاع هذايا وكذايا بارامولي لي فلتري معناه الهواء باش ما تسمعش في الميكروك الفازات نتاع ريح ولا شنو فهمتني هذي حسب خبرتي انا في حلين الحلوم على دارنا كي كنت صغير فهمتني كي كنت عبد كانوا يعملوا فيك العبد فهمتني يخدموني في يعطوني لي تاسك لحتى حد ما يحب يعملهم فهمتني هذه نورمالمون باش تشد باش تشد الميكرو في القاع هكا ولا في الطاوله يا ربي ولا في اليوم
هذه الزبابة هذه تتحط على الميكرو اللي هنا زاد باش تنقص شوية في سامحوني ما كنتوش تراو، هذه تتحط لنا على الميكرو باش تنقص زاد فاست الريح. هذايا الميكرو كما تلاحظوا لهنا il s'agit d'un W07 ici hein. اوكي باه لان هذه العنكبوت اللي تحط فيها دونك هذه هي فوالا العنكبوت اللي تحط فيها الميكرو فهمتني. هذه في هذه تتاكل فهمتني، هذه يبعثوا لكم شويه حلوه زاد مع الميكرو. كابل اخر مره اخرى لهني من نوع 3 نقب فهمتني، اما يولي 3.5 جاك لهني فهمتني. و last but not least عن الذراع المتحرك هذا فهمتني، اللي نورمالمون يلصق بين الطاولة والميكرو. به عندنا الأدوات نتاعنا كل حاضرين لهنا. دونك كما تلاحظوا ليديز اند جنتلمان عندنا برشا فازات لهنا. باش نبداو المونتاج نتاعنا كإنسان عمره ما عمل مونتاج، أنا باش نبدا بالقطعة هذه. به القطعة هذه سيدي بسيدك شنركبها في آخر الطاولة نصور لهنا ورا المراية نتاعي، حنجيبكم منها باش تتفرجوا باش تنجموا باش تاخذوا رؤية أفضل معناها. دونك فوالا هذه هي القطعة نتاعنا باش تمشي وراء الطاولة. بون مش لازم نكبسوها حتى كش تطرشق الطاولة معناها فهمتني. ثانيا نجيو للأداة هذه اللي هي كيفاش يتم التعامل معها بالطريقة هذه. نورمالمون يتم غرسها يعني لهنا ويتم كبسها به. بعد هذايا يجي دور نورمالمون العنكبوت. العنكبوت هذه سيدي بن سيدك ساعة لازم نحطو فيها الميكرو قبل كل شيء عش كان قاعدين تراو الليف ولا به. العنكبوت لازم نحطو فيها الميكرو متاعنا لهنا. بالطبيعة فما بعض الأصوات معناها الثانوية. باه نكبسو الشيء هذايا لنا فوالا، نكبسو هذيا زادا. أما بعد فيجي دور الإسفنجة متاعنا هذيا. نلبسو الإسفنجة الميكرو متاعنا. أي بابا البس البس البس، لف على روحك مليح لف، فهمتني جو أحلى جو نصور هكاكا. غطي غطي استر روحك استر روحك. تعرفها قصة الحلوى العريانة الحلوى المغطية؟ ما تعرفهاش. قالك يا سيدي بن سيدك نجيو طويكة للعازل الريحي هذايا اللي يتحط نورمالمون لهنا. ظهر لي ولا هنا؟ هنا ظهر لي به. دونك هذا نحطوه قدام الميكرو متاعنا بالطريقة هذه فهمتني. لمحال انا شاك معناه في صحة الشيء اللي نعمله انا، ولكن كي نتذكر لي انا سي فؤاد باجي وانا ما نجمش نغلط نطمئن قلبي يطمئن. باهي لا ظهر لي ميكرو انا حاطه بالمقلوب، ظهر سبوزي يكون موجه للوتا. لحظة برك ولا نورما مو يكون هكاك نتصور الميكرو به. طويكة شنو باش يصير؟ نسحقو للفانتوم باور متاعنا هذي به. نفتحو العلبة او بالاحرى البلاستيك هذي مرة اخرى، نستعملو النايف السحري متاعنا. نحثو شرخ معناها في وسط العلبة هذي و فوالا يتم فتح العلبة متاعنا. به قالك فما inputs و outputs لهنا. هذي الاوتبوت نورمالمون، الاوتبوت اللي هي لازمها تكون الكابل متاع اللي فيها الجاك نورمالمون في الاخر. فوالا دونك هذايا يركب بشوي، خليني نوريكم من هنا.
دونك هذايا معناها يركب في الاوتبوت، تركب المرزبة هذه كما تلاحظوا قدامكم لنا به امور انبوت. لحظة لازم نحلها شوية هذه من هنا، لازم نسرح شوية الكابل به. هذاك نورمال مو يمشي مؤخرة للبي سي، دونك نطيشوهم التالي نرجعو لهم بعد. اما بعد لازمنا انبوت لهنا اللي هي باش تكون الكابل اللي يخرج من الميكرو لهنا. افهمتني؟ الكابل اللي يخرج من الميكرو اما بعد لازم نستعملوا ال شو اسمه الانبوت هذه اللي هي نورمالمون باش تكون بالكابل هذايا اللي هو باش يتم اقحامه في الميكرو من جهة، ومن جهة اخرى باش يتم اقحامه في الفانتوم باور به. الخضر هذه اللي هي نورمالمون باش تدخل في الميكرو نتاعنا، نقب لازمهم يكونوا مريقلين تك فوالا. هذايا تو يدخل في الـ في الانبوت به باهي. هذاك مريقل، هذايا زال نرممون نبعدوهم هذوما الكل لهنا، نحطوهم تالي شوية. فهمتني؟ كالعادة ديما الخيوط الكل طايشهم وين العباد كل ما تراهمش به. ونتصور اخر حاجه متبقيه تو هي انه نركبوا الباور ادابتر هذا، دونك كالعاده نحلوه من هنا نمركزوه. فهمتني؟ اوكي تحل هذاك، دونك لازم نهبطوه هذيك، ومن بعدك لازم انا احط روحي امود ميكانيسيان. فهمتني؟ اوكي رجلناها غاديكا من اللوطة، كان بعض شوية نقص. اوه طاح الكابل. دونك تك يتم اقحام الباور لهنا، هكا تشعل بالازرق من عشان كان تراو لان كنتم قاعدين تراو. دونك هيك طويك ولات تشعل بالازرق نورمالمون، قالت لك معناتها جوي احلى جو. ما بقى تو كان ان نقحموا الكابل نتاع الميكرو في البي سي. ها باش نعملوها تو به. بعد ما اقحمنا الكابل في البي سي نتاعنا يجي الوقت اللي باش نعرفوا فيه الجي لحظة الحقيقة. برا مو طلع زي الكابل هذا شريته زي تنعملوا جيف اواي. دونك لولاد تويكا جت ساعة الحقيقة، جت ساعة معناها اللي باش نعرفو فيها لأنو الشي اللي عملناه الكل نجح ولا لا. باش نخدمو سوني فيغاس لهنا و فهمتني أوف لاين باش نجربو الميكرو بتاعنا يخدم ولا لا. به دونك نبداو نريكورديو أي حاجة. وقت الرجلة وفاية وجل ورال ريكورديو أي حاجة. وقت الرجل وفاية وجل ورل تحسوا معناها الورل معناها خطفها مليح. فهمتني؟ خطف الاوت جام للصوت نتاعي وصل للدو سيمي فاسول. فهمتني؟ فوالا دونك يبدو ان الميكرو نتاعنا طلع ناجح. دونك باش توليو تراوه معناها او باش توليو تسمعوا معناها الصوت الكل من عند الاستاذ هذا. نحب زاد نقدم تحيه للميكرو اللي عانى معايا معناها مده طويله ياسر، الميكرو نتاع الكاسك القديره هذه السادس. فهمتني؟ عدى برشا وقت معايا كذا، ام وصل في الاخر واستسلم معناها كما ريتو في اللايف ويت الاخرين الكل ولا يعمل في بارازيتات. فهمتني؟ دونك نشكرك صاحبي، عدينا ايامات حلوه مع بعضنا. فهمتني؟ نعم بوزينك وكهو، ولكن كهو هذيك هي الدنيا. جديد ديما يجدد، الى الامام الى اخره. به دونك نشكركم على حسن المتابعه استماع الاولاد، تخليكم على شويه شو اسمه
مع شوية أنيماسيونات فيديوهات كلي كوم بوا وا ميكرو أوتو فوكس منا وكل فازات هذاك تاع خليكم على الفازات هذاكم الكل وبعد ما تكملوا ما تنساوش تعملوا سبسكرايب وكاو يستفيد بعد بخلاف هذا زاد ما نعرفش شنو الحاجة الأخرى اللي تحبوا تراوها تتحسن معناها بصفة عامة في السيت أب لهنا اكتبوا لنا لطف في الكومنتات شكرا على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.